السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن ما يسمى عدس الماء. نحن نوثق لهذا النبات المائي، نشاهد معا نبات عدس الماء. وهذا ما كتبته مجلة العلم يوليو 1996، نبات عدس الماء. نبات عدس الماء يستخدم لتنقية مخلفات الصرف. إذن هذا النبات شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن ينقي المياه من أي ملوثات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كنا زمان نتذكر أن يقدم هذا للطيور المائية اللي هو الأوز والبط. كان يتم جمع عدس الماء هذا، وهو يسمى بهذا الاسم. كنا نسميه العدس زمان هنا عندنا في الريف المصري، وهذا كمان ورد الماء أو ما يطلق عليه البشنين. كان يقدم البشنين للبط والأوز، وكان غذاء طيب لهما. وهذا وعدس الماء، وهذا هو ما يسمى عدس الماء. يا سادة، هذا هو الخبر الذي نشرته أو نشر بمجلة العلم في يوليو 1996. يقول الخبر: اكتشف علماء كلية الصيدلة جامعة حلوان أن نبات عدس الماء الذي نشاهده أمامنا، والذي ينمو بكثرة في أنحاء مختلفة من مصر، يتمتع بقدرة فائقة للقضاء على الجراثيم، مما يتيح الفرصة لاستخدام عدس الماء هذا في تنقية ومعالجة مخلفات الصرف الصناعي. وصرح الدكتور صبحي سعيد عميد الكلية، كلية صيدلة حلوان، بأن الدكتور محمد محمود الجوهري رئيس الجامعة وافق في ضوء هذا الاكتشاف على إجراء بحث تطبيقي مكثف يقوم به أساتذة كلية الصيدلة للتعرف على إمكانية معالجة الماء المنصرف من المصنع الموجود في منطقة جنوب القاهرة باستخدام عدس الماء. إذن عدس الماء نبات يستخدم لتنقية مخلفات الصرف. وأضاف أنه في حالة نجاح العلماء في فصل الخلاصات العضوية التي تكسب النبات هذه الخاصية، سيصبح من الممكن علاج مشكلة تلوث البيئة التي تسببها مياه الصرف بكل أنواعها، بالإضافة إلى الحصول على مورد جديد للمياه يمكن استخدامه في أغراض عديدة. بالطبع الدولة عازمة على تدوير المياه أو استخدام مياه الصرف في أغراض عديدة بعد تنقيتها. يعني إما ينشر أمامنا كما نشاهد أن نبات عدس الماء يستخدم لتنقية مخلفات الصرف، فهذا شيء جيد، وندعو الجهات العلمية لاستخدام هذه الخاصية في نبات عدس الماء. كما ذكرت كان يقدم علف للطيور المائية مثل الأوز والبط. وبين يدي بحث تم تنفيذه بالمشاركة بين أستاذ دكتور محمد نبيل عفيفي والمهندس محمد فرغلي، مصريان يدشنان أول مزرعة لإنتاج عدس الماء لتغذية الأسماك. الخبر نشر بالصحف المصرية يوم 16 إبريل 2013 وبالتحديد جريدة الشعب العدد 499. يتضمن الخبر ما قام به باحثان مصريان أعلن عن إنشاء أول مزرعة في الشرق الأوسط لإنتاج عدس الماء، والذي كنا نشاهده على أسطح الترع طول مصر وعرضها،
وهو يستخدم في تغذية الأسماك، وكما ذكرت كان يستخدم في تغذية البط والأوز. وبهذه المناسبة لا ننسى جميعا أننا أبناء الريف المصري كنا نشاهد الترع وجميع المسطحات المصرية على طول مصر، وعرضها تكاد تكون مغطاة بما يسمى عدس الماء. ويؤكد المختصون أن عدس الماء عبارة عن نوع من الطحالب أو النباتات المائية، والتي كانت من الأسباب الرئيسية في وجود ثروة سمكية في جميع الترع والمسطحات المائية المنتشرة في طول مصر وعرضها. يبقى كما ذكرنا المصريان قام بإنشاء أو المزرعة لإنتاج عدس الماء لتغذية الأسماك. يبقى عدس الماء هذا يقوم بتغذية الأسماك، يقوم بتغذية البط والأوز، إذن له فوائد متعددة. يبقى إذا ما نشاهده هذا هو نبات ورد النيل أو ما نطلق عليه بالعامية البشنين، وكان كذلك يقدم علف للأوز أو البط، وكان منتشر كذلك، وهو ما يساعد على نمو الثروة السمكية في الترع المصرية. ملحوظة للأسف كانت هناك جهود مبذولة من الأجهزة المختصة في رش المبيدات للتخلص من ورد النيل. طبعا ده كان زمان يتم التخلص من ورد النيل والتخلص من عدس الماء، وبالفعل نجحت الأجهزة في التخلص من النباتات المائية. يعني نادر جدا أن نجد الآن ما هذا النبات اللي هو العدس، هذا العدس الماء أو ورد الماء أو ورد النيل. حتى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد انقراض أنواع كثيرة من الأسماك المصرية. يبقى المبيدات التي كانت ترش بدون ضابط ولا رابط أدت إلى تلويث البحر والأسماك والنباتات المائية. يا سادة كلنا في نفس السفينة. المبيدات التي يقوم البعض برشها تعود إليه في الغذاء أو الأسماك أو الماء أو أي منتجات. إذن نحن نوثق هذا هو ورد النيل أو البشنين. بالطبع له استخدامات عديدة، هو يقدم علف للطيور المائية البط والأوز، له أزهار رائعة تضاف لبوكيهات الورد. ورد النيل وهذا العدس ينقي المياه، يعني جميع الأبحاث العلمية أكدت أن العدس أو عدس الماء وورد النيل يقومان، يعني هذه النباتات تقوم بتنقية المياه. إذا كنت حريص أن نوثق عدس الماء كنبات تتغذى عليه الأسماك، وكنا نغذي عليه البط والأوز زمان، وبالتالي هذا النبات أثبتت الأبحاث العلمية أنه ينقي المياه. هذا هو ورد النيل كما نشاهد. مرة أخرى نبات عدس الماء يستخدم لتنقية مخلفات الصرف الصحي. الصرف اكتشف علماء كلية الصيدلة جامعة حلوان أن نبات عدس الماء الذي ينمو بكثرة في أنحاء مختلفة من مصر يتميز بقدرة فائقة للقضاء على الجراثيم. هذا هو عدس الماء كما نشاهد. مما يتيح الفرصة لاستخدام عدس الماء في تنقية ومعالجة مخلفات الصرف الصناعي. وصرح الدكتور صبحي سعيد عميد الكلية بأن الدكتور محمد محمود الجوهري رئيس الجامعة وافق في ضوء هذا الاكتشاف على إجراء بحث تطبيقي مكثف يقوم به أساتذة كلية الصيدلة
للتعرف على إمكانية معالجة الماء المنصرف من المصانع الموجودة في منطقة جنوب القاهرة. بالطبع البحث هذا منشور في المجلة الزراعية في يوليو 1996 عن عدس الماء وعن نبات ورد النيل. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لكي نستمر. شكراً.